مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الواو. هكذا يكون شكل حرف الواو. سنبدأ بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادتها بلغتك الخاصة، وأن تتسم بسمة المفكر. قصة حرف الواو. في السوق. في السوق دكان فاكهة وخضار. قالت سمسم: أنا أحب الموز. قال سكر: أنا أحب الخوخ. قالت ماما: وأنا سأصنع اليوم